عندنا كيلو من السجق متقطع قطع صغيرة، هنحتاج كمان نص كيلو من البصل متقطع جوانح، نص كيلو من الطماطم متقطعة جوانح برضو، وربع كيلو من الفلفل حامي وبارد، ونقدر طبعا نستغنى عن الحامي لو احنا ما بنحبوش ونخلي كله فلفل رومي، وكلهم متقطعين ترانشات. عندنا راس توم مفرومة، زيت، كمون وكزبرة ناشفة، وعندنا كمان ملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين كده المقادير ولا اسهل من كده. تعالوا بينا يلا على طول نشتغل. اهم حاجة بقى نوعية السجق، ان احنا نكون ضامنين المكان اللي جايبين منه السجق بتاعنا كجودة وكنظافة. هنجيبه وهو متجمد في الفريزر، ده افضل تقطيع ليه وهو متجمد علشان ما يتهريش معاكي وانت بتقطعيه، فدايما كده فرزيه وبعد كده قطعيه. تعالوا بينا يلا ناخد الزيت والثوم ونروح على طاسة على النار، نحط كده شوية زيت ومش كتير، لان السجق من الحاجات اللي دايما بيبقى فيها نسبه دهون عاليه وبتنزل معانا طبعا لما بينزل في النار، فبتبتدي يسلي الدهون كده وتبتدي الدهون تبقى كتير، عشان كده ما تكتريش الزيت اللي في البدايه. ده يدوبك كده علشان نبدا نشوح فيه الثوم. يلا بسم الله، هندي الثوم تشويحه عشان ريحته تطلع كده وناخد طعم حلو. خليه يصفر على النار من غير ما يتحرق. جهز معايا على طول السجق اللي متقطع قطع صغيره، وزي ما قلنا افضل وقت لتقطيع السجق انك انت تفرزيه في الفريزر وتقطعيه علشان يطلع معاكي متساوي في التقطيع وما يتهريش. يلا بينا، زي ما انتم شايفين كده الثوم ريحته طلعت وابتدى ياخد اللون الذهبي، على طول هننزل بالسجق. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوح بقى. يبقى معلقتين زيت في البداية علشان نشوح الثوم ونصفره بالشكل ده، وبعدين ننزل بالسجق ونكمل تشويح. النار عالية، هنشوح السجق بتاعنا لغاية ما لونه يتغير تماما ويدخل كده في اللون التسوية بتاعته، وبعد كده هنبتدي نضيف عندنا البصل. والبصل هنا حاطين كمية، هو طبعا سندوتشات الشارع زي ما انتم عارفين كده بيبقى الأغلبية من الخضار واللحوم بتبقى يعني قليل شوية، فاحنا حاطين كمية من البصل بتدي طعم مسكر ولذيذ جدا، مقطعينها جوانح. أول ما الاقي السجق بتاعي خد اللون وابتدى يدخل في التسوية احط على طول عليه البصل، ونروح نقلب تاني. زي ما انتم شايفين كده السجق خلاص خد التسويه واللون والجمال كله. يلا بينا بقى ننزل بالبصل، وزي ما قلنا حاطين كميه بصل محترمه، ونسيب بقى البصل مع السجق علشان يدبل بقى كده ويستوي معاه. بالشكل ده خلاص حطينا البصل، وهنقلبه بقى من وقت للتاني علشان يدبل معانا. طبعا هي الكميه باينه كبيره، بس شويه كده هتلاقي البصل دبل وقل كميته معانا. هنسيب البصل مع السجق وكل شويه والتانيه ندي تشويح، والسجق خلاص اتشوح كويس جدا مع البصل، وقبليه كان الثوم اللي احنا ادينا له لون اصفر لطيف كده وريحته كانت جميله. خلاص والبصل دبل زي ما انتم شايفين، فاكرين كانت كميه البصل عامله ازاي، دلوقتي قلت خالص. هبتدي اضيف الفلفل، وزي ما قلنا احنا عندنا فلفل بارد تمام وعندنا فلفل حامي، ولو مش بنحب الحامي نقدر ان احنا نرفعه من الوصفه خالص. نحط بس حاجه كده ايه بسيطه وكفايه كده، ونقلب.
يلا بينا نحط البهارات بتاعتنا. احنا عندنا الكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود، ونراعي ان السجق بيبقى فيه ملح، فنخلي بالنا من الجزئيه دي. ايه دي رشه من الكمون والكزبره. الملح، وعندنا كمان الفلفل. هايل، ونوعية السجق دي حلوة جدا، بدليل ان هي ما فيهاش نسبة دهون كبيرة قوي، فالدنيا حلوة جدا. تعالوا نحط بقى الطماطم، والطماطم زي ما انتم شايفين كده مقطعينها، تقدر تقطعيها مكعبات جوانح زي ما انت عايزة. هضيف كل الكمية واسيب بقى الطماطم تتسبك مع السجق مع البصل مع الثوم والفلفل. رأيكم بقى هنضيف لها دلوقتي كوباية من المية المغلية واغطي عليها واسيب كله بقى ياخد ويدي مع بعض كده، بحيث ان الخضار او الطماطم تبتدي تفك خالص مع السجق وكله ياخد من طعم بعض، وناخد نتيجة حلوة قوي. هي كوباية واحدة ولازم تكون مغلية، ونغطي بقى ونسيب السجق كده حوالي ربع ساعة يتسبك، بس خلي بالي عشان لو المية نشفت ولا حاجة ما يتحرقش. اتسبك الطماطم مع البصل مع الفلفل والسجق والثوم، والدنيا بقت زي الفل، ونرفع بقى من على النار. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة، ما شاء الله بجد تحفة جدا. يلا بقى سندوتشات عيش بلدي فينو زي ما انتوا عايزين، وبألف هنا. ادي السجق، يلا بقى وجهزوا العيش واحلى سندوتشات في الدنيا. شايفين الجمال؟ يعني ما شاء الله بجد الحاجه طالعه تحفه وريحتها هايله، وبطريقه بسيطه، مكونات بسيطه، والنتيجه روعه.